السلام عليكم. تعلمنا مع بعض كيفية قراية تحليل كتير جدا، منها ازاي نقرأ تحليل اليون ونفسر كل كلمة فيه، تحليل الاستول، تحليل السيمن اناليسيس، كمان اتعلمنا ازاي نقرأ وكل حاجة مكتوبة فيه، وتعلمنا تحليل وظائف الكبد. نسيت بقى ان احنا نتعلم مع بعض اكتر تحليل بيطلب مننا، ويعتبر من اشهر التحاليل اللي كتير جدا بيبقى محتاج يتعلم ازاي اقرأ وازاي افهمه، لأن المعدل الطبيعي بيختلف على حسب نوع التحليل. مين هو؟ هو تحليل السكر. نوع التحليل يعني التوقيت بتاع التحليل، هل هو سكر صايم فاستنج بلاد جلوكوز، ولا سكر فاطر اللي بيكون مكتوب تو اورز كده بوست برانديال او بوست برانديال بس، او راندوم بلاد جلوكوز تحليل عشوائي اللي بيتعمل في اي وقت خلال اليوم. خلونا النهاردة نتعلم مع بعض ازاي نقرأ ونفهمه بناء على المعدل الطبيعي اللي بيختلف على حسب نوع التحليل او توقيته، ونشوف ممكن افهم ازاي ان كانت الحالة فعلا مريضة سكر، وهل سكرها متظبط ولا لأ، كده يبقى خطر قوي، ولا هي مفيش سكر خالص، ولا اصلا في مرحلة البري دايابيتك، مرحلة ما قبل السكر. ازاي نفهم كل ده عشان نبقى مطمنين مؤقتا لحد ما نروح للدكتور. يلا بينا. تعالوا كده نشوف مع بعض. اول حاله كان مطلوب لها تحاليل كتير، ومن ضمنها راندوم بلاد جلوكوز، تحليل السكر العشوائي، يعني كان معمول في اي وقت خلال اليوم في نص اليوم كده، مش مهم صيام، مش مهم اخر مره كانت امتى. المفروض النورمال بتاعت راندوم بلاد جلوكوز اب تو 180، يعني لحد ال 180 ما تعديش الرقم ده. طيب لو عدته، هي طول ما هي اقل من 180 بنعتبره مش مريض سكر. طيب عدته بقى من 180 لحد 200 بنعتبره بري دايابيتك، يعني مرحله ما قبل السكر، بنقلق عليه، وممكن الدكتور في الحاله دي او احنا ننصحه ان هو يعمل صوايم وفاطر نطمن اكتر، او لزياده التاكيد كمان واضمن يعمل معاهم مين السكر التراكمي HbA1c اللي بيجيب لنا متوسط مستوى السكر خلال 120 يوم فاتوا. طب نشوف الحالة دي نتيجتها طلعت كام؟ 135. لا تمام كده، اطمنا عليه ان هو ولا مريض سكر ولا حتى بري دايابيتك، مش في مرحلة ما قبل السكر. تمام كده، خلينا ماشيين مع بعض خطوة خطوة عشان في تحاليل هتقابلنا سكر صايم، ممكن نلاقي سكر فاطر كمان. دي صايم مهيط، الحالة اللي بعدها صايم، ده يعني صايم كام؟ كان زمان يعلمونا من 6 لـ 8 ساعات، وبعدين قلنا لا، الستة دلوقتي دي ما تنفعش، احنا بنعتمد صيام 6 ساعات اقل حاجة لو هو طفل، انما حد كبير خليها 8 ساعات اقل حاجة، من 8 لـ 10. طيب فاستنج بلاد جلوكوز هنا بنقول النورمال بتاعها من 70 لـ 110، وطبعا كان مطلوب له تحاليل تانية كتير، بس احنا بنركز النهاردة في حلقتنا على تحاليل السكر. من 70 لـ 110 يعني اقصى حاجة 110، طول ما هو اقل منها يكون مش مريض سكر اصلا. طب لو عداها، دايما كده نتفق مع بعض من فوق 110، وكمان احيانا انا من 100 أو 105 بقلق، تمام، بس هو علميا من 110 لحد 126 دي كده بيكون في مرحلة البري دايابيتك، عرضة اكتر ان هو يجيله سكر، ممكن يكون مريض مقاومة انسولين، ممكن يكون لازم يظبط اكله ويلحق نفسه، تمام. فلما بنحلل ونطمن ببقى افضل طبعا بكتير، خصوصا لو انا عارف ان انا عرضة، عملت تحاليل قبل كده اثبتت لي ان انا عرضة للإصابة، لو في عامل وراثي، لو في زيادة في الوزن، في قابلية لمقاومة أنسولين. اتفقنا؟ من أول كام؟ 110 بقى لحد 126، ده كده بري دايابيتك. طب وصل لل 126 وعداها، عداها بأي رقم بقى أيا كان، خلاص كده مريض سكر فعلا. وطبعا باقي التحاليل نعيد التحاليل تاني، ونعمل باقي التحاليل برضو زيادة تأكيد عشان نتابع بيها بعد كده حالته، نعمل فاطر، ونعمل كمان السكر التراكمي او اللي بنسميه هيموجلوبين سكري. هنا طلعت كام في الحالة دي؟ 140. شفتوا؟ هو صايم
والمفروض من 70 لـ110. نهاية الطبيعي 110 طلع 140، يبقى الحالة دي ايه؟ مريض سكر. تمام؟ طيب نشوف كده الحالة اللي بعدها. شوف كده حالة كمان سكر عشوائي مع تحاليل تانية كانت مطلوبة له، راندوم بلاد جلوكوز طالع 101. هو اتفقنا النورمال لحد كام؟ لحد 180، يبقى نورمال خالص ما فيش فيه اي مشكلة، ما يبقاش مريض سكر طول ما اقل من 180. من 180 ل200 بري دايابيتك، وفوق 200 لا بتأكد ان هو مريض سكر. هنا طلع كام؟ 101. حلوة جدا. في العشوائي لما يطلع 100 فيما فوق كده في اوائل 110 120 130 حتى، بيبقى كويس جدا يعني. تمام. شوف اللي بعدها، تحاليل كتير بس معاهم فاستنج بلاد جلوكوز اللي المفروض الطبيعي بتاعه من 70 لـ110. فاستنج ده الصايم طالع معانا كام؟ 87.8. تمام، اقل من 110 يعني، يبقى هو مش مريض سكر. كده كويس قوي لما بيبقى في الثمانينات كده، بيبقى كويس جدا. شوف حالة كمان، راندوم بلاد جلوكوز المرة دي بقى عشوائي. العشوائي كان طالع اللي هو المفروض لحد 180 طالع 152، بقى كده كويس جدا والحالة مش مريض سكر. تمام كده. على فكرة دي تحاليل كانت مطلوبة من حالة داخلة عمليات، فشوفوا انا عملت حلقة قبل كده عن تحاليل ما قبل العمليات، وقلت لكم يومها ايه؟ نطمن على السكر، نطمن على الكلى، نطمن على حالة الكبد والسيولة، كنترول تايم والبي تي كونسنتريشن، كل دول تبع السيولة، ونعمل تحاليل على حسب نوع العملية. احيانا لو لها تحاليل الدكتور عايز يطمن عليها قبل اجراء العملية. كانت الحالة دي داخلة تعمل مرارة تقريبا على ما اتذكر، فمطلوب لها دايركت بلوبن وتوتال بلوبن، الصفرة المباشرة والصفرة الكلية. انا خرجت عن موضوع الحلقة، بس بمناسبة الحلقة اللي قبل كده عن تحاليل ما قبل العمليات، لو تابعتوها عشان يبقى كله مرتبط ببعضه يعني، بفكركم بس ازاي ممكن التحاليل في الطلب يكون لها علاقة بالعملية، وفي نفس الوقت مجموعة التحاليل الاساسية اللي اتفقنا عليها في ان انا اطمن على السكر، اطمن على حالة الكلى باكتر تحليل سبيسيفيك لها اللي هو الكروتينين، واكتر تحليل سبيسيفيك للكبد الجي بي تي، وكنا بنعمل سيولة، وحاجة كمان ايه لو تفتكروا؟ تحليل صورة الدم الكاملة. تمام، بس ده بيكون في ريبورت بقى لوحده مستقل. المهم النهاردة كنا بنركز على تحاليل السكر، شفنا كذا تقرير سواء راندوم بلاد جلوكوز او سواء فاستنج بلاد جلوكوز. لو معايا تحاليل سكر فاطر كمان كنت وريتها لكم. طبعا النورمال بتاع البوست برانديا اللي هو السكر الفاطر بيكون لحد 140، وبعض المعامل لحد 160، بس هو غالبا اب تو 140 النورمال بتاعه. عدينا ال 140 يعني لحد 160 نعديها، وممكن نعتبر بري دايابيتك يعني شوية، بس لو كان الصايم معاه كمان بيأكد حكاية البري دايابيتك دي. وعدى 140 بقى كده قلنا بنقلق نشوف هيبقى مريض سكر ولا لا من بقية التحاليل. السكر الفاطر طبعا بيكون صام خلاص، سحبنا له العينه. لو هنعمل سكر وفاطر يفضل في نفس اليوم، بعد ما اسحب عينه الصايم هخلي المريض يفطر، ويفطر في خلال 10 دقائق، ويفطر وجبه متكامله، وابدا احسب التوقيت من بدايه فطاره، التوقيت اللي هم كام؟ ساعتين بالظبط، ويكون عندي في المعمل بسحب له عينه الفاطر. يكون خلال الساعتين مفيش بذل مجهود، فيهم بقى صيام خلاص وتوقف عن الاكل، مفيش تدخين، مفيش عصائر، مسموح فقط بشرب الميه. تمام.
يبدأ يصوم زي السكر الصايم بقى بالظبط بنفس شروطه، بس الفرق ان المرة دي هيبدأ يتوقف عن الاكل او يمتنع يعني عن الاكل 2 ساعة بس. اتمنى الحلقة تكون فادتكم النهاردة، لو لكم اي سؤال سيبوه لي في الكومنتات، لايك وشير للحلقة عشان توصل لأكبر